معانا ملاك. الو يا ملاك. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي العزيزة، كيف حالك؟ تمام، كيف حالك تاهر؟ الله يبارك فيك اختي. عندك اي شيء تبي تحكي فيه ملاك؟ عندي شيء كبير. شيء زرع مستحيل يبرز، مستحيل يعني. يلا فضفضي وقولي شنو هو الجرح، ربما نشاركوك الجرح وممكن يبرى وقتي. يا ريت والله. تفضلي يا ملاك. ملاك قبل اي شيء نبي ناخذ، عمرك كم؟ عمري طبعا 23. 23 سنة، ممتاز. يلا يا ملاك. طبعا انا حبيت الخطبة ممكن مدة 5 سنوات. نعم. كان شخص هو بالنسبة لي كل شيء في حياتي، كان اهلي وكان كل شيء بالنسبة لي. نعم. يعني حبيت حب زي ما تقول حب نعمت فيه، فهمت؟ يعني ما شوف حد غير، كل ما يشاكل دي حد يخطبني نرفض فيه على خطبة. نعم. هذا بعلم اهلك او بدون علم؟ لا يعلم أهلي إني ما شاء الله كويس يعني. ممتاز، إذا هني ماشي الأمور تمام. يلا. المهم خلاص في يوم يعني وقفت معه في الحلوة في المرة بجد. نعم. يعني وقفت معه في المرة قبل الحلوة. باي كويس، هذا من غير يعني جميل. قلت والله ما غير جميل، باي كويس يعني. يلا كمل. المهم قلت حتى في مشروع التخرج بتاعي كان يقرا في الطب البشري، وقفت معاه والله استعد اني نوقف معه لاخر لحظه. باه كويس. وقفت معاه، ما فيش انسان وقفت معاه زي ما وقفت مع انا، لان انسان شخص مهم عندك فلازم تقفي معاه. اكيد يعني اكيد. كل شيء بالنسبه لي يعني. نعم. ففي يوم طبعا يوم 27/2 يوم الاربعاء. نعم. طبعا متصل بي ما يردش عليا، كمكالمات ما يردش ابدا اسبوع كامل. في يوم 27/2/2019 اتصلت بي صديقتي يعني مقربة لي كأخت كل شيء بالنسبة لي. نعم. قلت لي انا يعني عرفتي هدى بس تتفض لي وكذا هيك. فانا قلت لها كيف ما تحكي لي انت كل شيء بالنسبة لي؟ فقلت لي الله غلط، قل لي اختبني الانسان اللي انت تحبيه. لا حول قوة الا بالله. انا ما صدقت بصراحة، والله العظيم ما صدقت. اتصلت بي هو ما ردش عليا، فممكن ساعة 12:30 يقول لي ايه انا خطبتها ومتزوجة مفيش نصيب بيني وبينك. كانت بالنسبة لي والله العظيم تمنيت اني اموت هذيك اللحظة ولا نسمع الكلام هون، مش اصدق انا باهي. مشيت يوم الخميس على اساس ماشي عندي مشوار، كلمت خويا ورفعني. قلت له نبي نمشي يعني المكان نشوف، هذا نصدق انا مش مصدق الموضوع. يعني ما زال تبي تشوفي بعيونك باش تصدق؟ ايه ما زال نبي نشوف بعيون باش انا نصدق. مشيت لحوش البنت هي من بعيد على اساس اني خدت لها خفطه في المكان، يعني بديش نحكي له اخوي في البدايه. نعم. لقيت الكلام صح، الشارع طبعا شارع حوشم هو نفس الشيء يعني كلامه صح. فأنا طول نهرت والله العظيم يعني جرح يا يعني. باهي أنا يا ملاكة خليني من كونك، أنت فعلا عندك الحق تنهاري وعندك الحق تنجرحي وعندك الحق إلى الآن ممكن ما تنسيش، ولكن شنو السبب؟ ما في سبب والله العظيم. قلت لك هو يعمل فيها في معاملة يا طه والله العظيم. خليك من معاملتك أنت، معاملتك أنت طيبة وبارك الله فيك. مش هو أنا معاملته، هو معاملته هو إنسان يموت. بس شنو السبب؟ بس شو السبب؟ السبب إن البنت اللي معايا هي شناش بتبي في الجامعة ومش عارفة دارت لها موضوع، مش عارفة كيف يعني حتى مين بنفهم الموضوع كيف اتزوجها كيف اخطبها كيف يعني توا تزوجه اتزوج يعني مين. باهي ملاك توا أنا أنت بخيتي الصغيرة وانت تو تتكلمي في برنامج المستشار وانا على الملأ انت قاعده، وحتى باسمك بارك الله فيك كنت نتمنى انك انت يا ملاك تكوني بعد ما تزوجوا تنسي. انا نبي نقول كلمه واحده بس ملاك. نعم. بعد هذا كله يستاهلك هو؟ مستهلك. خلاص والله ما يستهلكش هو، ربي يهنيه وهي ربي يهنيها. لا والله ايوه. فانت انت بوفائك وبكلامك الطيب هذا وباسلوبك الطيب، انا نعرف انك انت اختي قاعده مجروحه، ونعرف انك انت تضحيت 5 سنوات مش شويه مش شوية مش شوية فعلا مش شوية، وعاطفة 5 سنوات مش شوية، ومن عطاء ومن وقفة معاه يكفي انك وقفتي معاه. انت بس احتسبي الله وقولي ان انا اللي درت هذا كله. لا انا بالكل فاهم وفي جديه. خلاص المشكل في راح جاي من شخصين. معلش هو معلش. وهي صديقتي كانت اختي، كان بالنسبه لي كل شيء يعني. ملاك على بوكج على السته تعرف قبلها بايامات، يعني قبل ما تقولي اني مختبط كنت نحكي لها قلت لها قولي ثقي وتاكدي، انا بنقول لك شيء باش تريحي بيه نفسك. يا ريت والله. كما تدين تدان وتثقي وتاكدي. انا نتمنى لهم السعاده، ولكن زي ما خاناتك حيخونها.
أكيد هي داير في الخير. بس هي هذه، وإن شاء الله رب أن نتمنى لهم السعادة، ونتمنى لهم أن لو يسمعوا فينا نتمنى لهم أن السعادة، ولكن زي ما دارت فيك حتلقى الإنسان ما دام خان صاحبه وخان رفيقه وخان الحب اللي هو بيناتهم حتلقى. ولكن احنا نتمنى لهم، انت تو تمني لهم السعاده باش انا ما يصير لهم شيء، وانت نصيبك حيجيك باسلوبك الطيب هذا وبنفسك الطيبه. تفضلي نفسك شيء من قصة على كلامك. هو حاليا يسمع في كلامك واني متأكدة لانه هو بيشمل بقوة مستشار كل يوم كل حلقة يسمعها. بس انا نقول له، انا نبي نقول له شيء واحد بس عن طريقك انت ملاك، نبي نقول له يا ريتك اعطيتها اسباب بش ريحتها، يا ريتك انك انت كنت راجل وقد المسؤولية اللي هي كانت معك فيها.